اعطيها نبطشيات ازاي بقى يا انصح واحد في الجيزه؟ انا هقول لك يا دولا يا ابن عم، اسمع. هي تنام طول النهار وهم يصحوا طول الليل، او عكس. هي تنام طول الليل وهم يسهروا طول النهار، وانت تنام طول الصيف وانت هتترفض طول الشتاء. غور يالا غور يالا، كل شويه غور. طب اذا كنت انا دلوقتي عمال احل لك مشاكلك كل يوم، ليه بقى بتكلمني بالاسلوب الواطي ده؟ اخيرا تعمل شرا تلقى انت. يا عارف يالا، انت لو مش ابن عمي وان عم الله يرحمه مضين عليك قبل ما يموت، كنت اعمل فيك ايه؟ كنت تعمل ايه يعني يا دول؟ عموما ما كنتش اعمل فيك اكتر من اللي معمول فيك دلوقتي يا رمزي. انا المشكله دلوقتي مش عندي، المشكله عند رانيا مراتي. ايه مالها؟ خير بعد الشر اللي قدر الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا قوم يلا غور جاي. خد 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 على هنا، خد على بتبرطم. بتقول ايه؟ ما بقولش. لا قلت. قلت كده؟ اه ماشي، اتكل على الله. الحق دول. ايه يالا في ايه؟ في ست زي القمر بره، شبه حماتك بالظبط. اه يبقى بنتها قالت لها. أهلاً 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 يا عادل، إزيك؟ أهلاً وسهلاً، اتفضل. مش قلتلك شبه حماتك بصراحة يا عادل، أنا خايفة أكون جيت لك في وقت غير مناسب. هديكي جيتي بقى وخلاص. إزيك يا نجلاء؟ أهلاً. إيه أهلاً، إيه البواخة دي؟ الحق دولة. عايز ايه؟ في زبون اجنبي بره. طب ما تشوف يا ابني عايز ايه. ما انا عمال اقول له ماني ما بيدينيش حاجه. انت بتقول له ماني من غير ما تعرف هو عايز ايه اصلا؟ ما هو ما بيعرفش يتكلم عربي. اه لا غلطان طبعا، غبي ما بيعرفش عربي. ما اتكلمه انجليزي يالا. ما انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، ما انت عارف يا دوله. اصل انا حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي بعرفها يس وماني. حضرتك تشربي شاي؟ نو. طب سكرك ايه؟ انا قالت لك نو يعني. لا هو اصلا ما بيعرفش غير يس وانا فاهمه. يلا تعالى. وبعدين بقى هفتحه في الموضوع ده ازاي؟ والله انا مش عارفه انت ايه اللي مخليكي مكسوفه قوي كده يا ماما. هو انت نسيتي ان انت اللي فرشلهم الشقه اللي هم عايشين فيها دلوقتي؟ يعني لولاك انت كان زمانهم نايمين على البلاط. معاكي حق يا بنت، وبعدين البيت بيت بنتنا وعفشنا، وبعدين احنا البيت بتاعنا اتاخد وتحط تحت الحراسه، وبعدين احنا هنقوله ان احنا جايين نقعد عندك اسبوع، واسبوع يجر اسبوع لحد بقى ما يتعود على وجودنا وياخد على كده. الله يرحمك يا عبد العظيم، الله يرحمك، بهدلتنا وشرطتنا وحوجتنا لعرة الناس. انت بتتكلمي عن بابا؟ الله يرحمه مطرح ما راح. انت بابا تتنيلي ايه هنا؟ ما تروحي تتنيلي استنيني في التاكس لحد ما اخد النيله عشان نحاسب النيله اللي واقف بره. شكلنا كده داخلين على ايام هباب. هباب انت اتجننتي؟ ازاي ترفضي الالفاظات دي يا بنت؟ اتفضلي. لوك حضرتك اهو 20 باوندز. This one taking 30 باوندز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حماتي. وعملتوا ايه بقى في موضوع الديون بقى اللي عليكوا دي؟ انا ما اقصدش اسال ولا حاجه، انا قلت بس يعني املى بالكلام يعني بدل ما احنا قاعدين ساكتين كده. بس انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. يبقى اكيد رانيا قالت لحضرتك بقى على الموضوع ده. بس هي صراحه يعني معاها حق، يعني امي واختي غلط قوي ان هم يبقوا قاعدين معانا طول الوقت في البيت كده. لا يا عادل يا حبيبي، دول برضو اهلك وعيلتك ولازم تراعيهم وتاخد بالك منهم. ايوه بس برضو حضرتك يعني يا حماتي بيتدخلوا في كل حاجه، انا اهلي وعارفهم. لا 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 لا، مش كل الاهالي زي بعض، اسالني انا، مش كل الاهالي زي بعض. وبعدين انتوا مش عندكم اوضه، ما تقعدوا في الاوضه وتقفلوا عليكم بابكم ومحدش بقى له دعوه بيكم. ايوه بس حضرتك برضو يعني ايه الاوضه الثانيه؟ افرضي جالنا ضيوف، افرضي لا قدر الله حضرتك جيت لنا مثلا زياره عشان تبيتي عندنا ولا حاجه، هنعمل ايه يعني؟ هنبات في الصالة. مين دول اللي هيناموا في الصالة؟ طبعا لا، مامته واخته هو اللي هيناموا في الصالة، وانا وانتي اللي هننام في الأوضة. ايه ده صالتي واوضتي؟ انتوا ايه الشنط؟ انتوا هتصيفوا في الشتاء ولا ايه؟ ما هو يا عادل انت عارف ان احنا ورثنا ديون عن المرحوم، وبعدين بقى بصراحة النهاردة حجزوا على الشقة. خلاص يا جماعة ما تقلقوش، ايه المشكلة؟ هاتوا كل حاجتكم وقعدوا عند عادل طبعا في الشقة. ولا تيك ذيس 10 باوندز. مش عارف اخلص منها. معلش يا عادل، هي كلها اسبوع لحد ما انت تتصرف. اسبوع ايه بس يا حاجه؟ ده حضرتك ده بيتك ومطرحك، يعني تقعدي فيه معززه مكرمه لحد ما تنتقلي الى رحمه الله وبركاته. وليه هو ده؟ اوكي
كام؟ تكزيس تيك 10 باوندز. ولا هعمل فيك ايه؟ يا دولا وبعدين خلاص يا دولا انا خلاص نزلت الشنط والتكساجي بره عايز 15 جنيه. انا اسفه يا عادل انا نسيت الفلوس في ال لا معروفه الفل دي بيتنسي فيها على طول الفلوس. ولا يهمك خد ادي 5 جنيه والحق الراجل خواجه خد منه ال 10 جنيه وحاسب التكساجي بسرعه. انا يا حضره اروح احاسبه هيفرحوا بيكوا قوي قوي شبه حماتك الناطق الخالق. اهلا. ايوه دولا حبيبي. دولا عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه يا عم عادل؟ انت من ساعه ما اتصلت بيا في التليفون وقلت لي تعالى جري يا رمزي فجيت جري اهو. في ايه انت بتنهج ليه كده؟ انت مش قلت لي تعالى جري يا رمزي؟ واقول لك تعالى جري تيجي جري جري يعني؟ المهم قفلت البازار؟ لا ما قلتليش انت اقفله. انا انت قلت لي تعالى جري بس. البيت عقله. طب ما ممكن يتسرق ايه على يا عم؟ ما تقلقش يا عم النهارده الخميس يعني الدنيا فاضيه خالص. الخميس الدنيا فاضيه؟ ايوه يا عم يعني مفيش حد هيدخل بازار. قول لي بقى انا قلقان جدا في ايه؟ لا ما تقلقش يا سيدي تعالى معايا عشان عايزين نفضي المخزن. طب يلا خد 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 خد. ايه راح فين؟ المخزن اللي في البرازار. البرازار ايه؟ المخزن اللي في البرازار؟ ما انا لو عايزك تفضي المخزن البرازار هقول لك تعالى هنا ليه يعني؟ علشان تقول لي. بص يالا ما تفكرش خالص يا رمزي، انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. من غير ما افكر. من غير ما تفكر خالص. إيه؟ احنا هنفضي المخزن اللي موجود في البيت. يا عادل طب ما قلتليش ليه في التليفون بدل ما اجي وتمشورني؟ خدت صاحب الشغل بتاعك وغبي هتعمل ايه؟ استحمل. بص يا رمزي إيه؟ تعالى معايا. قول كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رمزي؟ انا الحمد لله كويس. بس هو الشغل هو اللي تعبنا وعادل ده شغل وقاعد بتشتكي للهوا. هي قالت لك سلام عليكم وقلنا عليكم السلام. ايه بقى هناخد وندي في الكلام ولا ايه؟ معلش ليه يا بنت عمي برضو عادل؟ هتقعد تفكر العيلة كلها ان انت ابن عمنا؟ يلا يلا قدامي. على فين؟ عايز نرمي الزباله دي فين؟ زباله يا زباله؟ ده ديوان الشعر بتاعي تقول عليه زباله؟ ديوان ايه يا عم صاحب الديوان؟ انت هتعمل لي فيها السلطان عز الدين ايمن. عز الدين ايمن؟ ايوه جوز نخله الدر. ايوه صح افتكرته. المهم انا فعلا اخترت الراجل المناسب للمهمه المناسبه. ياه اشعار. ايه ده؟ وياما دواوين. ايه ده دول؟ دي البونات الصور بتاعتي. والله؟ استنى. ده ألبوني وأنا في الثانوية، كنت مهم قوي في الثانوية. يلا رمزي يا عم أنت هتسرح بينا يا عم ولا إيه؟ أهو بص. صح. رائد الفصل، الشرطة المدرسية، أمال إيه؟ بص الألبوم ده بقى. إيه الألبوم ده؟ ده فيه صور عائلية بقى من فترة يعني. العائلية العيلة يعني، دي سناء صح؟ صح. يا وده حماية، كان راجل محترم قوي. يلا رمزي. ده كان يوم فرحنا. ده على كده بقى الصورة دي كانت يوم جوازكم. ايوه يوم جوازكم. حماية هو اللي كان عاملين الفرح كله يالا. طب ومين يا دولا الولية اللي شبه حماتك دي اللي متشعلقة في ايد لا 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 ومتشعلقة ليه كده اصلا؟ في ايد حماية يعني؟ انت ولا واحدة شبه حماتي وماسكة في ايد حماية مش ممكن تبقى حماتي؟ ممكن عادل. كانت ست عظيمة يا اخي، يا كانت عايشة عيشة جامدة جدا، كانت عايشة في عز. ما كانتش بتعز علينا اي حاجه خالص. بص الجمله دي فكرتني ان انا برضو الواحد بيحن كل شويه ان هو شاعر يعني اقول شعر. هتقول شعر؟ حماتي ما كانتش بتعز علينا حاجه خالص. من اول ما عرفت رانيا من زمان خالص كنت انا وهي بنخرج من ورا ابوها وامها من غير ما يعرفوا خالص. ونمشي بقى في الشوارع ماسكين ايدينا في ايدين بعض وبنهزها جامد خالص. ايوه. وبعدين بعد كده بقى عندي مسؤوليات بقى ومشاكل ومصاريف كتيره
خالص. والبت ياسمين ومدرستها واكل امي واكل اختي واكل مراتي وامها واختها بقت الحكايه بزراميط خالص. انت شاعر جامد قوي دول والله. انت كنت فاكر ايه يا انا؟ ما كنتش فاكر كده. مش عايز بقى اي خدمات تانية علشان انا خلصت خالص. يا انا علمت الشعر اهو يا لا اتكل انت على الله. اقفل إيه البازار. طب ما نسيبه عادل يمكن يجي زبون ولا حاجة. زبون هيجي وانت هنا؟ انت للدرجة دي ما بتفهمش خالص. ايوه تمام كده. كده هنعرف ننام واحنا ضميرنا مرتاح. بالظبط. لا انا ظلمت امي ولا انت ظلمت امك. ايوه بس على فكره بقى، اوضه امك اكبر من الاوضه بتاعت مامي. ايوه حبيبتي، يعني امي اقدم من مامتك فعادي يعني بالاقدميه. ماشي عادل، ماشي كده ارتحنا الحمد لله. في تلاتة إخناتون ناقصين واتنين أنوبي وأربعة ورق بردي. فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنة برضو عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا إيه؟ إحنا هنهزر هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش أنا. الحاجات اللي ناقصة دي فين؟ خلاص معلش عادل، إحنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحة، من طلعة الصبح لغاية لما الواحد يا أخي جاله جرد. ماشي، البضاعة اللي ناقصة فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ وانا لما حاجة بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها عشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انت انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم، انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعة مش موجودة، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف. يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعة ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، خمس تماثيل اتكسر والاربع ورق البردي دول اتكسروا الاخرين؟ يا عادل في ورق بردي بيتكسروا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى رامز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي ماشي، وايه تاني اتكسر يا رامز؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا. الساعه بتاعتي مع انها اخي ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي ضد الميه. يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني، اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا اربعه عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر وغير اللي اتسرق وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال قلت لك يا عادل يوم الجرد ده خدوا اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. يا كريم يا رب. دولة 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 ايه؟ دولة انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه. دولة يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولة فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول. يا دولة صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي قمه الالتزام يا دولة، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل. وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا حاضر. نفتح بس الاول. حته في النص. ده
عادل دولا دولا عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعة صبحية. اهدى اهدى يا حتة ولا حتة. عايز ايه؟ بقول لك يالا، هو فين القناة اللي بتجيب صلاة الجمعة؟ صلاة جمعة ايه؟ هو النهاردة ايه اصلا؟ قوم قوم يا عم قوم، فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبة بايدك دي، واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل، يا استاذ عادل لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق فوق يعني، فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوه دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعه 7 الصبح يوم الجمعه يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولا عايزي. دولا الحق الحق، حته بيقول لك اطلعوا بره. انت جبت لنا كلام يا حته، انا مال انا يعني؟ هو يطلع بره؟ هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولا يا دولا، ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولا؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشة أقوم أكسره. أنت كام تمثال عملوا لك دوشة قبل كده؟ تلاتة. مخصوم منك تلات تماثيل، وابعد عن وش السعادة يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي. يا دولا يا دولا دولا، انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها؟ خلاص مش هغلط فيك يا ناس ان شاء الله. طب يلا قوم قوم بقى قوم، انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم، انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي، عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولا؟ لا انا نمت بعديك، رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دولا، انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فوق. حاضر حاضر، انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر، ما دام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولا، روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عدى عليا هنا في البازار. ماشي. دولا اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا، ظبط حياتك تستقيم حياتك. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. اه انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دولا، انت من الصبح كده عينك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقول انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دولا اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا ربي؟ بص يا دولا، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضه هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوقات اللي انت عملتها. النتوقات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. وايه المشكله في كده؟ مع واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه، ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دولا ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دولا، انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟
والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دولا، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في اغنيه. بص بقى دولا، انت لازم تحل المشكله دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله ما عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دولا، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دولا، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دولا. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار.